بالراحه. طب مش كده كله هيكسب يعني يا جدعان؟ ما جاتش المره دي هتبقى المره الجايه. قلت لكم دلوقتي تعملوا سبسكرايب على تشانل تحديات الخوف بتاعت هيكل توينز. ناس كتير عملت وبعتت لنا على البيج بتاعتنا اللي هي هيكل توينز، فاحنا اختارنا منهم 100 واحد. يعني هي رسالك كتير بس طبعا مش هينفع نقعد نقلب في الصور ال 100 صوره، فاخترت اول 100 صوره اهو قدامكم. بس الاول اعلمهم بيطلع منين ده. بصوا يا جدعان، دول 100 صوره، 103 اسم، 105 دول جدعان بعده في الاخر. طيب المية دول والله انا فعلا ولا واحد منهم متاخد مرتين، ولا واحد انا اعرفه، ولا واحد انا خدتها بالحب. فالمفروض دلوقتي انا جبت اخر صورة اهو، المفروض اقلب. يا رب بس ما اخش على الصور بتاعتي. لا ولا 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 كافي، يلا ده موبايلي. ارجع تاني، مفيش حاجة يا جدعان عادي، ادنيها كويس. طيب نقلب نقلب نقلب. هي المسابقة النهاردة هتخلص ولا بكرة؟ دلوقتي حالا واحد هيكسب. حسن جه متاخر برضو، الاستوري كانت قفلت علينا واحنا بنقلب. بس زي ما بقول لكم اهو 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 هنقلب. ارجع تاني ارجع تاني. اوب 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 اوب. دول المفروض 100 وشويه، ما نقلب بقى من هنا شويه. واحد اثنين ثلاثه، هو ده يا ابن المحظوظه. اسمه ايه؟ بسمله قناوي. مبروك يا بسمله، صباح الفل. مبروك دلوقتي كسبت يا ابني. انزل انزل. ايوه كده كسبت، كسبت موبايل. عدى في حلقه كده جالها موبايل. مبروك يا بسمله عشان تابعتينا على تحديات هيكل توينز. احلى بسمله في الدنيا. والاسبوع الجاي مسابقه ثانيه يا جدعان. خلاص يعني بجد انا لبستها لكم فيكم اهو. الاسبوع الجاي تعمل لهم مسابقه ثانيه، حاجه ثانيه بقى زي الموبايل كده. اللينك بتاعنا في الستوري اللي جاي على سناب شات.